أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة الصباحية، نقدم لكم فيها أهم الأخبار السياسية ونستعرض معكم أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، ونتفاعل معكم من خلال مشاركاتكم اليومية. والبداية من العناوين: بعد اختيار الرئيس، محمد شياع السوداني يعد بتشكيل حكومة عراقية بأسرع وقت وفتح الباب لحوار جاد نحو صفحة جديدة. انتقادات حقوقية وتساؤلات حول أعلان الرئيس عون إعادة اللاجئين السوريين خلال أسبوع دون خطة واضحة. في ترهيب جديد لوأد التظاهرات، القضاء الإيراني يأمر بمعاقبة المحتجين بأقصى الأحكام وعدم الرأفة بهم. وأما العناوين التي رصدناها من خلال التفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي يقدمها لنا توني. صباح الخير توني. صباح من الربع، منورة اليوم. شكرا. خبر طال انتظاره يمس ملايين المصريين المغتربين، الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على قانون استيراد السيارات من الخارج. لجنة التحقيق بهجوم الكابيتول تستدعي ترامب، والرئيس السابق يتساءل ويندد. ومشاهدينا، قبل الدخول في تفاصيل هذه الساعة الإخبارية، نتوقف مع موجز لأهم الأنباء. في جلسة خصصت لبحث الملف اليمني في مجلس الأمن، ألقى المبعوث الأمم المتحدة الخاص هانس جرونبرغ باللوم على ميليشيا الحوثي في فشل تجديد الهدنة، مؤكدا أن الحكومة تعاطت بشكل إيجابي لأن الحوثيين وضعوا مطالب إضافية لا يمكن تلبيتها. أعلنت كندا فرض عقوبات على 17 فردا بينهم وزير الدفاع والخارجية السابقان ورئيس البرلمان السابق، بالإضافة لثلاثة كيانات إيرانية على خلفية تعامل سلطات طهران مع الاحتجاجات. وأكدت الخارجية الكندية أن الخاضعين للعقوبات الجديدة شاركوا في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو ساعدوا على ارتكابها. أعلن الرئيس اللبناني ميشيل عون موافقته على اتفاق الترسيم مع إسرائيل بصيغته النهائية، ولفت إلى أن الاتفاق تضمن آليات لحل أي إشكال قد يطرأ بين الجانبين، ما يضفي نوعا من الطمأنينة وشعورا بالاستقرار على طرفي الحدود على حد قوله. حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من أن الوضع حول محطة زابوريجيا النووية لا يزال مقلقا، وأكد أيضا أن الوكالة تواصل الضغط لإنشاء منطقة منزوعة السلاح حولها لضمان عدم تعرضها لأي هجمات. قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون برصاص مسلح في ولاية كارولاينا الشمالية قبل أن يلوذ بالفرار، بحسب السلطات التي أوضحت أن مطلق النار بات محاصرا إلا أنه لا يزال طليقا. في تفاصيل هذه الساعة نبدأها من العراق، حيث أدى عبد اللطيف رشيد اليمين الدستورية رئيسا جديدا للعراق خلفا لبرهم صالح، وذلك بعد نيله أكبر عدد من الأصوات في الجلسة البرلمانية والتي كانت مخصصة لانتخاب الرئيس يوم أمس، وسبقها قصف بصواريخ الكاتيوشا خارج مقر البرلمان. وتفوق عبد اللطيف رشيد على برهم صالح في التصويت الذي جرى على مدار جولتين ليصبح بذلك خامس رئيس للجمهورية العراقية. وعقب انتخابه رئيسا جديدا، كلف عبد اللطيف رشيد الخميس مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة خلفا لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي. وأكد السوداني الذي رفضه التيار الصدري سابقا رغبته الجادة في فتح باب للحوار وبدء صفحة جديدة في البلاد، كما أكد أنه على استعداد تام للتعاون مع جميع القوى في مجلس النواب أو خارجه، وتعهد بتشكيل حكومة متوازنة وقوية في أسرع وقت. متى يتم تقديم الحكومة إن شاء الله؟
وفيما تولت الترحيبات العراقية بانتخاب البرلمان رئيس للجمهورية وتكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة، حثت وزارة الخارجية الأمريكية جميع الأطراف في العراق على تجنب العنف وحل الخلافات وديا وسلميا من خلال العمليات السياسية. الخارجية الأمريكية وفي بيان لها دعت القادة السياسيين العراقيين الذين سيشكلون الحكومة الجديدة لمراعاة إرادة مواطنيهم، ورحبت الخارجية الأمريكية بانتخاب عبد اللطيف الرشيد رئيسا للجمهورية من قبل نواب البرلمان العراقي، كما أكدت التزام واشنطن بالشراكة مع بغداد وتطلعها لاستمرار التعاون مع العراق. وسط إجراءات أمنية مشددة داخل وخارج المنطقة الخضراء، عقد البرلمان العراقي جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ومن بين أكثر من 30 مرشحا انحصرت المنافسة بين عبد اللطيف رشيد وبرهم صالح في الجولة الأولى، ليتم اللجوء إلى جولة تصويت ثانية بين هذين الاسمين. نقول له هارد لك، وهذه هي الديمقراطية. في عام 2018 فز واليوم خسر. وبعد أداء رئيس الجمهورية الجديد اليمين الدستورية أمام البرلمان ومن دون أي تأخير، كلف عبد اللطيف رشيد مرشح الإطار التنسيقي بتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان لنيل ثقته في مدة لا تتجاوز 30 يوما. المدة الدستورية المحددة هي شهر واحد إن شاء الله. احنا نتأمل أنه ونتوقع أنه أقل من شهر، لأن جميع الاتفاقات تقريبا صارت بين جميع الكتل قبل انتخاب رئيس الجمهورية، واتفقوا على خطوط العريضة، ما بقى إلا خطوط بسيطة. إن شاء الله خلال أسبوعين بزايد 3 أسابيع إن شاء الله كل الأمور تنتهي. مخرجات جلسة البرلمان هذه ما كانت لتتم لولا وجود صفقة سياسية شاملة كما يرى المراقبون هنا بين القوى الكردية والسنية والشيعية المتمثلة بالإطار التنسيقي، لكن مواقف التيار الصدري التي سيتخذها ما تزال تمثل العقبة الأكبر أمام وصول هذه الصفقة إلى خواتمها. انتهت هذه الجلسة باختيار عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية، متفوقا بفارق كبير عن منافسه برهم صالح. عبد اللطيف رشيد كلف مرشح الكتلة الأكبر محمد الشياع السوداني بتشكيل الحكومة رسميا. من داخل مجلس النواب، منتظر رشيد، الحدث. من بغداد ينضم إلينا رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري. دكتور إحسان، أهلا ومرحبا بك معنا في هذه النشرة الصباحية على قناة الحدث، أهلا بك. بداية، ما تفاصيل برأيك هذه الصفقة السياسية الشاملة بحسب وصف البعض والتي أنتجت هذا المشهد السياسي الجديد في العراق بعد انتخاب الرئيس وتكليف السوداني بتشكيل الحكومة؟ صباح المسرات. الصفقة صباح يمكن أن وصفها بداية من خلال تفاهمات إدارة الدولة. هذا التشكيل السياسي دفع باتجاه يعني رسم خارطة لاختيار رئيس جمهورية جديد وأيضا تكليف مرشح الإطار التنسيقي. هذه الصفقة نعم هي تمت من خلال توافق للقوى التقليدية، لكن كانت هناك ضغوطات، منها ضغوطات الأمم المتحدة، إحاطة بلاسخارت، ضغط المجتمع الدولي على مستوى الدول الكبرى. السفارات قلقة جدا من تأخير تشكيل الحكومة، وأيضا ضغط الشارع العراقي فيما يرتبط بتظاهرات قادمة، خصوصا في ظل تأخير الاستحقاقات الدستورية. بما لا يقبل الشك أن عملية التقاسم للمناصب على مستوى رئيس الجمهورية أو حتى على مستوى رئيس الوزراء هي لا تزال ضمن العرف السائد. بالتحديد الكرد لهم منصب رئيس الجمهورية، الاتحاد الوطني بالتحديد، خصوصا ما بعد تصريح بابل، و استمرت القوى الشيعية مهيمنة على رئاسة الوزراء. طبعا مع الأخذ بنظر الاعتبار أستاذ ربا أن قضية تقاسم الحقائب الوزارية والدرجات الخاصة يعني هي قد كانت استكملت، بالتحديد ما قبل
يعني 3 أيام من مشاورات طويلة دفعت يعني الكابينة الوزارية الصفقة. يعني الكابينة الوزارية التي من المرتقب أن يتم الإعلان عنها من قبل محمد شياع السوداني هي جاهزة الآن ولا تحتاج حتى إلى 30 يوما؟ من وجهة نظري أن هذه الكابينة قد تكون جاهزة إلا من خلال بعض اللمسات، منها ما يرتبط بعملية التغيير التي حدثت. كان هناك متوقع أن يذهب المنصب إلى الديمقراطي الكردستاني في قضية رئاسة الجمهورية. هذه القوى السياسية على مستوى الأسبوعين الماضيين خاضت يعني مفاوضات كبيرة جدا فيما بينها، وكانت هناك تحديد للحقائب الوزارية على مستوى 3 تصنيفات. الأول هو السيادي وما دون السيادي والحقائب العادية. طيب. ومضت وفق العرف لتحديد هذا. طيب دكتور السوداني. نعم نعم آسف. دكتور عذرا للمقاطعة، ولكن في هذه النقطة بالتحديد، يعني هل هذه الإجراءات وهذه يعني الاختراقات السياسية هي لا تزال ترتكز على مبدأ المحاصصة بين الفرقاء السياسيين العراقيين، وكيف نتوقع أن يكون موقف الصدر في الأيام المقبلة؟ لا يمكن أن نقفز على حقيقة ما طرحتيه أستاذ ربا من أن المحاصصة هي أساس هذه الصفقة، يعني عملية تقاسم واحتكار مؤسسات الدولة المناصب. وهم أعلنوا بأنهم حكومة توافقية، يعني رغم أنهم يدفعون بشعار حكومة الخدمة الوطنية. لذلك المحاصصة لا تزال هي ثابت الأساس في قضية الخارطة التنفيذية القادمة. موقف الصدر يمكن أن النظر إليه على أن هذه ردة الفعل هذه قد تكون خلال الأيام القادمة حتى تصل إلى لحظة التكليف. يعني يمكن أن نشهد تظاهرات كبيرة ضد البرلمان العراقي إذا ما منح الثقة، خصوصا والصدر ومنصاته وقياداته توعدوا بعدم تمرير حكومة الإطار التنسيقي. هذا واحد. السيناريو الثاني هو أن تكون ردة الفعل ما بعد تشكيل الحكومة من خلال اختبار 100 يوم الذي طالما تعامل معها مقتدى الصدر مع الحكومات السابقة. والأمر الثالث هو أن يكون هناك تحالف ما بين أتباع الصدر وما بين قوى الرفض الآن التي تتهيأ إلى عقد مؤتمرها وأيضا تظاهرات. هذه يمكن أن تكون ردة فعل على عودة خارطة سياسية كانت سبباً في ثورة العام 2019. هذه هي السيناريوهات 3 المتوقعة. أيهما أقرب للتنفيذ، خاصة على ضوء الدعم الدولي لهذه الصفقة التي أنتجت ما أنتجته يوم أمس؟ يعني قد يكون السيناريو الأول سيدتي أمراً وارداً، يعني الاحتجاج ستكون رسالة. من الصعوبة جدا على زعيم التيار الصدري أن لا يصدر ردة فعل، وهو الذي توعد بعدم تمرير حكومة الإطار. لكن هذه التظاهرات ستتصاعد، يعني من وجهة نظري ما بعد تشكيل أو ما بعد منح الثقة لحكومة السوداني على أقل تقدير 3 أشهر الأولى، ما بعدها قد تكون ردة الفعل أقوى، خصوصا وأن الصدر يتجنب ما أشرت إليه. لا أقول الدعم الدولي وإنما التحذيرات الدولية في ضرورة الانخراط بحوار. الآن التحدي الكبير أمام السوداني هو إقناع الصدر، يعني على مستوى البرنامج الحكومي، على مستوى خارطة إصلاح. بخلاف ذلك أنا أتوقع يعني التظاهرات قد تعود في أي لحظة كردة فعل سياسي من قبل أتباع الصدر. نعم بالتأكيد نتابع كل التطورات العراقية، وشكرا جزيلا لك من بغداد، كنت معنا رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري، شكرا جزيلا لك. أما عن شخصية الرئيس العراقي الجديد نتعرف عليها أكثر مع توني. شكرا لك ربا. إذن رئيس العراق الجديد عبد اللطيف رشيد هو من مواليد السليمانية في 10 من أغسطس من عام 1944.
أكمل دراسته في جامعة ليفربول وبعدها مانشستر، وحصل على في عام 1976 على شهادة الدكتوراه في الهندسة الهيدروليكية، يتحدث اللغات الكردية والعربية والإنجليزية. كان عضواً في حكومة العراق الأولى بعد الإطاحة بصدام حسين في 2003، كما كان مقرباً من الرئيس الراحل جلال طالباني مؤسس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وتربطه به قرابة أسرية. تولى بين 2003 و2010 منصب وزير الموارد المائية وشارك في حكومة المالكي في فترة التسعينيات. عمل مع المعارضة العراقية ضد حكم رئيس صدام حسين وترشح لمنصب رئيس الجمهورية في 2018، وخسر حينها السباق أمام منافسه برهم صالح قبل أن يتكرر التنافس بينهما، وهذه المرة يفوز لطيف بمنصب الرئاسة. عودة لك ربا. شكرا لك توني. شكرا لك. إلى لبنان، وبعد إعلان الرئيس ميشيل عون توصل اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، فاجأ الرئيس الذي تنتهي ولايته نهاية الشهر الحالي الجميع بإعلانه في الوقت ذاته أن بلاده ستبدأ خلال أسبوع إعادة السوريين إلى بلادهم على دفعات، وسط تساؤلات عن أسباب وآليات وأيضا توقيت هذا الإعلان. من منظمة هيومن رايتس ووتش تؤكد أن سوريا أبعد ما تكون عن توفير الأمن والسلامة للعائدين إليها، وأن اللاجئين الذين عادوا بين عامي 2017 و2021 من لبنان والأردن واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واضطهادا على يد الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها. بحسب ما يؤكد تقرير لمنظمة العفو الدولية العام الماضي، فأن ضباط المخابرات السورية عرضوا النساء والأطفال والرجال العائدين إلى سوريا للاحتجاز غير القانوني والتعذيب وأشكال مختلفة أيضا من المعاملة السيئة تتراوح بين الاغتصاب والعنف الجنسي والاختفاء القسري. إذن مشاهدينا، الرئيس اللبناني وقبل نحو أسبوعين فقط من انتهاء ولايته التي تنتهي في نهاية هذا الشهر في 31 تحديدا من شهر أكتوبر، اعتبر التوصل لاتفاق مع إسرائيل إنجازا تبعه بآخر، وهو البدء في إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. هذا الربط بينهما أو هذا الربط بين اللاجئين والاتفاقية مع إسرائيل كان محل شكوك لدى مراقبين، إذ اعتبروه محاولة لتلميع عون لفترة رئاسته التي يصفها كثير من اللبنانيين بالفاشلة، والتي أدت بطبيعة الحال إلى تأزم الوضع في البلاد. فلبنان لم يعلن بعد عن إجراءات إعادتهم، ولكن مصدر رسمي قال لرويترز إن عمليات الإعادة ستقتصر فقط على من سجلوا طواعية للعودة لدى المديرية العامة للأمن العام اللبناني بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية في البلاد. كما شدد أيضا المصدر على أنه لن يتم إجبار أي أحد على المغادرة، وهو ما لم يؤكده مسؤولو الأمن العام ووزارة الشؤون الاجتماعية لرويترز. إعادة اللاجئين السوريين وردت في يوليو الماضي على لسان وزير المهجرين عصام شرف الدين، والذي كشف أيضا عن خطة لإعادة حوالي 15,000 لاجئ إلى سوريا شهريا، مستندا بذلك إلى أن سوريا أصبحت آمنة إلى حد كبير بعد أكثر من عقد على نشوب الحرب. لبنان المنهك بأزماته يستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم قياسا إلى عدد السكان اللبنانيين أنفسهم، فالسلطات تقدر أن عدد سكان البلاد البالغ أكثر من 6 ملايين يشمل ما يقرب من 1.5 مليون لاجئ من سوريا المجاورة، وهو عدد أكثر بكثير من المسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبالغ 1 مليون لاجئ.
وللحديث عن هذه التطورات وتحديدا هذا الإعلان المفاجئ كما يوصف من الرئيس عون، من بيروت تنضم إلينا المحامية والحقوقية اللبنانية ديالا شحادة. أهلا ومرحبا بك أستاذة ديالا معنا في هذه النشرة الصباحية على قناة الحدث. تساؤلات كثيرة اليوم حول أسباب وتوقيت تحديدا إعلان الرئيس عون إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا خلال أسبوع واحد، ودلالات هذا التوقيت بالتحديد. أتفق مع ما ورد في تقريركم وفي بداية الخبر أن التوقيت يرتبط خصوصا بنهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشيل عون، والتي يهلل كثر من المؤيدين لهذا الرئيس ولحزبه إلى أنها انتهت بإنجازات مثل الاتفاق المتعلق بالنفط والغاز، في الوقت الذي يعتبر فيه العدد الأكبر من الشعب اللبناني أن هذا العهد الذي يصف نفسه بالقوي هو حقيقة كان العهد الأسوأ بين الرؤساء الذين تعاقبوا على الجمهورية اللبنانية لجهة الأزمات الاقتصادية والإنسانية والأمنية التي ضربت البلاد، من دون أن تقدم السلطة التنفيذية برئاسة ميشيل عون أي حلول جدية أو عملية لإنقاذ أو وقف الوضع عن التدهور. طيب في هذه محاولة تماما في هذه النقطة أستاذة ديالا، يعني لا أريد المقاطعة، ولكن يعني أتيت إلى ذكر موضوع الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية، كيف يمكن الربط بين ذلك وبين موضوع إعادة اللاجئين السوريين؟ إلى أي مدى تعتقدين بأن هناك تسوية عموما تشمل كل هذه الملفات ويتم الإعلان عنها تباعا في هذه المرحلة؟ لا، الرابط الوحيد الذي يمكن بالنسبة لي شخصيا أن أجده بين الحدثين هو محاولة إظهار وكأن هذا العهد، عهد رئيس جمهورية في أيامه الأخيرة، قد أحرز إنجازات، باعتبار أن أزمة اللاجئين السوريين في لبنان يعني استخدمت خلال السنوات الأخيرة من المنابر السياسية وخصوصا من المنبر السياسي لحزب عون على أنها الأزمة الأهم في البلاد، في الوقت الذي هي ليست أزمة مسؤولة عنها لا الحكومة اللبنانية ولا المجتمع الدولي، في حين أن المسؤولية الأساسية تقع على نظام الأسد الذي تجنبت الحكومة اللبنانية ورئاسة الجمهورية حتى اليوم مخاطبة هذا النظام، أي نظام الأسد رسميا، بما يتعلق باللاجئين في لبنان. طيب يعني فهي محاولة لإظهار وكأن عهد عون انتهى مع إنجازات ما بينها إعادة اللاجئين، في الوقت نفسه إعادة اللاجئين الراغبين بالعودة، ولكن هذا يحصل منذ سنوات، أي من اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان الراغبين بالعودة والذين لهم مشاكل تتعلق في إقامتهم يحصلون على تسهيلات من الأمن العام من أجل تسهيل عودتهم بسرعة إلى سوريا، ويتم إعفائهم من أي غرامات تتعلق بالإقامة مع إصدار بلاغات منع دخول بحقهم. ليس هناك شيء جديد في توجه ما يقارب 1600 لاجئ سوري. ألا تجدين موضوع التوقيت يعني عندما يحدد الرئيس فترة أسبوع، هو الإعلان ربما منذ يومين، يعني نحن أمام 5 أيام فقط لإعادة اللاجئين السوريين، ربما أعداد كبيرة جدا، إلى سوريا، هذا لا يتطلب برأيك آلية محددة، تنسيقات حتى مع جانب النظام السوري حتى ولو لم يكن هناك تواصل رسمي بين البلدين؟ لابد أن هناك باعتقادي بناء على تجارب سابقة تنسيق على الأقل بين الأمن العام اللبناني وأجهزة أمنية سورية من أجل تأكد بأنه يسمح بعودة أشخاص وخصوصا من الذكور إلى سوريا من دون أن يكون هناك ملاحقات بحقهم. هذه المسألة التي يقدمها الأمن العام على الأقل، أو هذا ما يقوله، لطالبي العودة من الذكور خصوصا. ولكن التنسيق يتعلق بما نحن نتحدث عن عدد يقل عن 2000 لاجئ بحسب المصادر التي أوردت تفاصيل حول هذا الموضوع. سيدتي، كل يوم يتوجه من بين لبنان وسوريا نحو هذا العدد من داخلين وخارجين رسميا عبر المعابر الرسمية، فليس هناك خبر حقيقي، ليس هناك حدث، ليس هناك سابقة في توجه 1000 أو 2000 لاجئ سوري إلى سوريا الأسبوع المقبل، ولكن يراد أن يجعل من هذا التفصيل خبرا وكأنه إنجاز
من أجل القول أننا نجحنا في معالجة هذه الأزمة، أي أزمة اللاجئين، التي علاجها في النهاية والبداية هو في دمشق وليس في بيروت وليس في أي مكان آخر في العالم. فأعتقد أنها يعني جميع كل هذا الخطاب والكلام عن إعادة اللاجئين هو في إطار خطابات سياسية، إما لابتزاز المجتمع الدولي لتقديم المزيد من الدعم، أو لتلميع صورة رئيس الجمهورية قبيل انتهاء ولايته، أو للاثنين معا، أو أيضا لمحاولة استدراج المجتمع الدولي للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع دمشق. نعم. على سبيل المثال، وامتناع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن التعليق على هذا الموضوع أو عن القيام بأي دور بهذا الموضوع هو خير دليل على نعم. أنه هذا الأمر كله لا يتم بإطار يعني لا يتعلق لا يتم بإطار دولي نعم. أو بإطار مؤسس لشؤون اللاجئين. نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات. من بيروت كنت معنا المحامية والحقوقية اللبنانية ديالا شحادة، شكرا جزيلا لك. نعود الآن إلى توني لمعرفة نتائج التصويت على سؤال يوم أمس، تفضل توني. نعم ربا، سؤالنا أمس مشاهدينا كان يقول هل يمهد اتفاق الترسيم بين لبنان وإسرائيل لمزيد من التفاهمات؟ وأكثر من 57% من المصوتين أجابوا بنعم، و43% أجابوا بلا. كانت هذه نتائج، عودة لك ربا لنرى الأيام القادمة ماذا تخبئ. شكرا لك. شكرا لك. هذه النشرة مستمرة معكم وفيها أيضاً بعد الفاصل. مئات اللوحات الفسيفسائية في معرض تفاعلي رقمي في دمشق. أنت تشاهدين الآن هذه المجموعة من المتظاهرين من أنصار تشرين. ما الذي تغير على صعيد المشهد السياسي وعلى صعيد تحقيق مطالب المحتجين آنذاك؟ الحكومة الآن في أعلى درجات ضبط النفس، المؤسسة الأمنية بالتحديد يعني. كيف يمكن لهذه الأحزاب أن ترى نفسها خارج أي حكومة مستقبلية؟ ارتباط هذا القصف الآن كيف يحلل؟ ما هو منطقه بهذه الكثافة؟ إيران لا تريد اليوم أن يعود العراق إلى حاضنته العربية. من خلف جسر الجمهورية ما زال يغص بالمتظاهرين، البعض منهم يرفع صور الضحايا الذين سقطوا في تظاهرات تشرين 2019. ليس فيه انتماءات سياسية للتيار أو الإطار، أم أنه شارع مختلف تماما عن شارع التيار الصدري الذي كنا نتابعه؟ طبقة سياسية ما زالت تمتلك النفوذ والقوة والسلاح. أعتقد يحتاج العراق إلى وقفة جدية. كما تشاهدون في هذه الجولة الحصرية لقناة الحدث، يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. أهلا بكم من جديد إلى إيران التي اندلعت التظاهرات جديدة في مختلف مناطق البلاد وسط انتشار دعوات لتظاهرات كثيفة اليوم أيضا الجمعة، فيما تواصل أذرع النظام الأمنية والعسكرية عمليات القمع المفرط بحق المتظاهرين بعد تهديد رئيس القضاء بفرض أقصى العقوبات بحقهم في مسعى لترهيبهم وأخماد شعلة التظاهرات. Thank you.
خير. هكذا أصبح ليل إيران تظاهرات، وصلاً بالنهار يواصل الإيرانيون احتجاجهم بهتافات تربك النظام وتجدد اتساع تمدد غضب الشارع. دعوات جديدة للتظاهر هذه المرة في الأحواز، هتافات ضد السلطات قابلتها محاولات جديدة لترهيب المحتجين، حيث أصدر أعلى قاض في البلاد أمراً للقضاة بإصدار أحكام قاسية على المتظاهرين. لقد أصدرت تعليمات لقضاتنا بتجنب إظهار التعاطف غير الضروري مع العناصر الرئيسية التي تقف وراء أعمال الشغب وإصدار أحكام قاسية عليهم. محاولات مستمرة تضاف إلى قطع الإنترنت عن الهواتف المحمولة، أملاً في محاصرة المحتجين ومنع انتشار دعوات التظاهر. لكن هل تنجح تلك المحاولات؟ يجيب الشارع وفي إجابته تأكيد على أن هذه التظاهرات ليست كسابقاتها، فهي الأطول من حيث المدة والأكثر انتشاراً إذ اجتاحت مدناً عدة بالإضافة للعاصمة طهران. أما الحظ الأوفر من القتلى والاشتباكات فقد نالته المدن الكردية التي تنحدر منها مهسا أميني، معيدة للأذهان ما ظلت تردده منظمات حقوقية من أن الأقلية الكردية في إيران والتي يزيد عددها على 10 ملايين شخص تتعرض للاضطهاد منذ فترة طويلة. تلك هي قصة الشارع، تظاهرات متتالية، أما الرواية الرسمية فلم تتغير. المتهم أمريكا وفق رؤية النظام، رؤية قد تعمي السلطة الحاكمة عن حقيقة زخم احتجاجي يزداد لهيبه يوما بعد يوم. عصام عبد السلام، الحدث. إلى مصر، وافقت الحكومة على مشروع قانون يمنح بعض التيسيرات للمقيمين في الخارج بشأن استيراد سيارات مقابل مبلغ دولاري يتم إيداعه لصالح وزارة المالية. وبحسب بيان لمجلس الوزراء، فإن مشروع القانون ينص على استثناء استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي من أحكام الإعفاءات الجمركية المقررة، ويحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة واحدة لاستعماله الشخصي. ومشاهدينا، طبعا في هذا الخبر الذي انتظره ملايين المصريين منذ أعوام، طبعا وافقت الحكومة المصرية على هذا المشروع الذي يسمح لمواطنيها المقيمين في الخارج ممن لديهم إقامة سارية باستيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي ومعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية. مشروع القانون هذا يشترط أن يكون للمصري المقيم في الخارج حسابا بنكي في الدولة المقيم فيها، وأن يتم إيداع مبلغ بالعملة الصعبة أي بالدولار لصالح وزارة المالية المصرية لمدة 5 سنوات بدون عوائد، على أن يسترد هذا المبلغ بعد 5 سنوات ولكن بالجنيه المصري وبسعر الصرف وقت الاسترداد. هذا القانون يتيح للمصريين الاستفادة منه من سن 16 عاما، ولكن
يشترط أن يكون عمر السيارة المستوردة أقل من 3 سنوات، كما يشترط مشروع القانون تحويل المبلغ النقدي خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه. ورغم أن هذا المشروع لا يزال قيد الدراسة وبعض التفاصيل فيه لا تزال بحاجة للتفسير، إلا أن عضو مجلس الشيوخ المهندس حازم الجندي أكد أن هذه الخطوة تؤكد اهتمام مصر بأبنائها المقيمين في الخارج، لا سيما أنه لاقى ترحيباً كبيراً. كما أنه أيضاً سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد عبر توفير مزيد من السيولة بالعملة الصعبة في خزينة الدولة. ويبقى مشروع هذا القرار بحاجة لإقراره من مجلس الشعب قبل أن يصبح سارياً. ومنذ الكشف عنه حظي هذا المشروع بإشادة البعض على اعتبار أنه يسهل استيراد السيارات للمغتربين، فيما رأى آخرون أن عمر السيارة يمثل عقبة أمام الاستفادة منه، وأن استرداد مبلغ الإيداع بسعر الصرف قد يكبد المستفيدين بعض الخسارة المالية. وللحديث عن هذا القرار الجديد من القاهرة تنضم إلينا عبر الهاتف وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة سهى جندي. أهلا ومرحبا بك معالي الوزيرة معنا في هذه النشرة الصباحية على قناة الحدث، وأشكرك على قبول الاستضافة. بداية نود أن نعرف منك تفاصيل أكثر حول متى سيدخل هذا القرار حيز التنفيذ، من يستطيع الاستفادة منه من المصريين، وكم سيارة يحق للمواطن إنزالها إلى مصر؟ أهلا وسهلا، صباح الخير أستاذة روبا. الحقيقة في بس معلومة بسيطة أحب أن أنا أصلحها في العرض اللي حضرتك قدمتيه بخصوص سن السيارة. حضرتك قلتي أن سن السيارة بشكل عام مفروض أنه هو ما يبقاش، يعني مفروض أنها تبقى صنعها 3 سنين أو أقل. هي صنع السيارة أو سنة صنع السيارة تبقى 3 سنين أو أقل لو هو مش المشتري الرئيسي. يعني لو المواطن المصري السيارة دي اشتراها من قبل كده ما فيش أي مشاكل إن هو ينزل. هو لما يبقى الإيد التانية أو الإيد التالتة أو المشتري التالت أو الرابع أو كده، هو ده بس اللي يحتم عليه إن السيارة ما تكونش أكبر من 3 سنين أو صنعها مش أكتر من 3 سنين للتأكد من أن السيارة في حالة بيئية مناسبة. نعم وضحت هذه النقطة، شكرا على التوضيح. بالنسبة حضرتك للقانون، كل حاجة حضرتك قلتيها صح. مفروض أنه هو ده المشروع ده أقر من مجلس الوزراء، جاري عرضه على مجلس النواب، وإحنا متخيلين أن الموضوع هيمشي إن شاء الله بسرعة، لأن إحنا عارفين
ولكن في الكثير من النواب متعاطفين مع المصريين في الخارج وعندهم إحساس بأن هم فعلا لازم إن إحنا ننظر في موضوع السيارات. عقب اعتماد مجلس النواب لهذا القرار إحنا منتظرين إن هو يبقى فيه قرار تنفيذي يعلن التفاصيل الخاصة بطريقة الدفع الوديعة، الحسابات البنكية اللي تعلن، كل التفاصيل الأخرى الخاصة. هذا القانون أو مشروع القانون زي ما حضرتك قلتي هو كان حلم وأمنية بالنسبة للمصريين بقالوا فوق يعني 15-20 سنة. نعم، طيب المبلغ كيف سيتم معالي الوزيرة تحديد المبلغ الذي يجب أن يوضع كوديعة ثابتة لمدة 5 سنوات؟ الجمارك المصرية التابعة لوزارة المالية هتعلن عن قوائم مفصلة بشأن كل سيارة وتاريخ صنعها، ويتعين إن المصري يضع وديعة في حدود قد إيه، بحيث إن احنا نسهل عملية الحساب، ما يبقاش هو يدوبك هيبتدي ينزل العربية وبعدين نبتدي نحسب كل أوبشن فيها يبقى كام. لا، هنسهل الموضوع تماما، هيبقى في قوائم بالموديلات العربيات والسنة الصنع والوديعة المستحقة، وإن هو حط الوديعة في غضون 4 أشهر وسجل العربية اللي هو عايز يجيبها بالتفصيل، هيبقى ليه حق ليه إن هو ينزل هذه السيارة ويخلص إجراءاتها في خلال سنة. خلال سنة نعم، ولمرة واحدة لكل مواطن مثلا، أم إذا كنت أنا مواطنة مصرية أريد أن أدخل مثلا سيارة إلى داخل مصر يحق لي أكثر من مرة، كيف يمكن أن تكون الحساب؟ مرة واحدة هو لكل مواطن مرة واحدة، وبغض النظر عن عدد المواطنين اللي يحق ليهم في الأسرة، يعني لو أسرة مكونة من 5 وكلهم 16 سنة أو ما يزيد عن ذلك من المواطنين المقيمين في الخارج يحق لكل واحد فيهم سيارة. فإنما مش أكتر من سيارة، علشان يعني إيه، يعني هو حق، لأنها كمان السيارة للاستخدام الشخصي، هي العملية مش هتتفتح يعني إيه أكتر من كده. نعم، استخدام شخصي وسيارة للمواطن. طيب، في سؤال أيضا معالي الوزيرة يتعلق بموضوع الاقتصاد المصري، كيف ستنعكس هذه الخطوة أو هذا القرار على الاقتصاد المصري، كيف يساهم أيضا بإنعاش الاقتصاد؟ حضرتك احنا اي نوع من انواع العمله الصعبه في الازمه الاقتصاديه العالميه اللي موجوده حاليا في الدول المختلفه، اي نوع من انواع الاحتياطي نقدي، عمله صعبه داخله في المجتمعات، ده بتسبب انعاش اقتصادي. وانا اعتقد ان احنا نجحنا في ان احنا نعمل هذه الميزه للمصريين في الخارج، لان الجانبين هيبقوا مستفيدين، المصري في الخارج مستفيد من سياره معفاة تماما من الجمارك والضرائب الجمركية وما إلى ذلك، مش هيبقى عليها ولا قرش واحد. نعم، في مقابل أنه هو يحط الوديعة ويسر الذهب العملة الصعبة ساعتها، يعني كمان هيبقى مستفيد من سعر الصرف ساعتها، لأن طبعا احنا شايفين يسترد الوديعة بالعملة الصعبة أو بالجنيه المصري، ولكن بسعر الصرف بسعر صرف. نعم، العملة الصعبة وقتها بالجنيه المصري، وده يعني أعتقد أن دي هتبقى سبب فايدة كبيرة، أنه مش بسعر صرف العملة الصعبة في ساعة محط الوديعة، هتبقى من ناحية فيها فايدة بالنسبة للمصريين، ومش هيدفع الضرائب، هتبقى معفاة تماما. ومن الناحية الثانية مصر هيدخل لها هذه الوديعة، فيبقى win-win situation زي ما بيقولوا، يعني تبقى عملية فيها فوز للجانبين، بحيث ان هو يبقى في استفاده من الناحيتين فالعمليه تمشي. واعتقد ان هو ده الوسيله اللي قدرنا ان احنا نحقق هذه الـ يعني الميزه بالنسبه للمصريين من خلالها. طيب، وهل يحق كمان عذرا على المقاطعه، ولكن هل يحق للمواطن المصري بيع السياره بعد انزالها الى مصر، ام انه محكوم بفتره ال5 أعوام فتره الوديعه الثابته؟ ما فيش في القانون أي ما يحظر بيع السيارة أو غيره، يعني ما لم يشر القانون إلى هذا موضوع الحظر، ما فيش حظر على السيارة بموجب النص بتاع القانون الحالي اللي معروض على مجلس النواب، مش عارفين مجلس النواب هيعمل إيه، بس مشروع القانون اللي حطه مجلس الوزراء ما فيش حظر على البيع. نعم،
أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والتوضيحات. أيضا من القاهرة كنت معنا عبر الهاتف وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة سهى جندي، شكرا جزيلا لك. أكثر من 365 قطعة فسيفسائية في معرض رقمي تفاعلي يستضيفه المتحف الوطني في دمشق، والهدف إظهار كنوز الحضارة السورية وقيمتها الإنسانية الكبيرة وتوثيقها بدقة عالية على شاشات العرض التفاعلية. بالنسبة لي شخصيا الأمر ممتع، ليس فقط لأنني متخصصة في الفسيفساء، ولكن أيضا لأنني رأيت شيئا جديدا. لا توجد فرصة للذهاب إلى معرة النعمان الآن، وفي متحف دمشق لا يتم عرض جميع الفسيفساء، لذلك ما رأيته هنا في هذه الخريطة التفاعلية لفت انتباهي. لذلك هناك شيء آخر لاكتشافه، وهنا تكمن أهمية فكرة هذا المعرض. سيكون بالمستقبل هو قرينة مهمة جدا للوصول إلى في حال وجود استيلاء أو تهريب أو تجارة غير شرعية بهذه الأوابد، ولا سيما في المناطق المتنازع عليها في الوقت الحالي. ستكون هذه المعلومات هي قرينة مهمة جدا لاستعادة هذه القطاع وجلبها من جديد إلى الوطن الأم. صوتت لجنة أحداث السادس من يناير التي تحقق في دور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الهجوم على مبنى الكابيتول بإجماع أعضائها 7-6 ترامب ليمثل أمامها، وتسلط اللجنة الضوء على سلوك ترامب قبل وأثناء وبعد الهجوم على الكونغرس لإثبات أنه كان في قلب مؤامرة لإبقاء نفسه في السلطة وهو المسؤول عما حدث. لجنة السادس من يناير التي تحقق في أحداث الهجوم على الكونغرس تصوت على استدعاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ليمثل أمامها. التصويت جاء بإجماع أعضاء اللجنة 7، وأوضح رئيسها بيني تومسون أن ترامب هو محور ما حدث في السادس من يناير عام 2020، لهذا تريد اللجنة أن تستمع إليه. لا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن لجنة السادس من يناير تريد الآن التحدث إلى الرئيس السابق دونالد ترامب. لقد كان ذلك هدفهم منذ البداية، والآن يريدون إحراجه، سواء كانوا يحاولون إعداده لما نسميه جريمة إجرائية أو أن يقول شيئاً غير صادق وهو تحت القسم. ترامب بدوره انتقد قرار اللجنة باستدعائه، لكن القانون الاتحادي ينص على أن عدم الامتثال لأمر استدعاء من الكونغرس للشهادة يعد جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح من شهر إلى 12 شهراً. إذا رفض الإدلاء بالشهادة يمكن الإحالة من اللجنة إلى وزارة العدل الأمريكية مع توصية بمحاكمته بتهمة ازدراء الكونغرس كما حدث مع ستيف بانون. اللجنة كشفت عن أدلة جديدة على أن ترامب كان لديه خطة مسبقة وضعها قبل فرز الأصوات لإعلان النصر، وتهدف اللجنة إلى إثبات أن الرئيس السابق كان في قلب مؤامرة لإبقاء نفسه في السلطة وهو المسؤول عن ما حدث. جلسة الاستماع هذه ربما تكون الأخيرة قبل انتخابات التجديد النصفي، ويرى مراقبون أن المحققين واجهوا مهمة شاقة في تحليل الأدلة من عشرات آلاف المستندات وأكثر من 1000 مقابلة وتلخيصها في حجة نهائية لإقناع الناخبين بأن ترامب وأنصاره يشكلون تهديدا مستمرا للمؤسسات الديمقراطية الأمريكية. حسين الطود، الحدث، واشنطن. ومع إعلان استدعاء ترامب للاستجواب، كشفت اللجنة المكلفة بتحقيق عن مقاطع مسجلة جديدة للحظات الهجوم على مبنى الكابيتول، وأيضا نظره في حالة الرعب التي سادت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية الديمقراطية آنذاك تشاك شومر.
The door has been breached and people are gaining access into the Capitol. We have got to get finished the proceedings or else it would have a complete victory. USA! USA! Senator Schumer is at a secure location and they're locked down in the Senate. There has to be some way we can maintain the sense that people have that there's some security or some confidence that government can function and that we can elect the President of the United States. I'm going to call up the effing Secretary of DOD. We have some senators who are still in their hideaways. They need massive personnel now. Can you get the Maryland National Guard to come too? I have something to say, Mr. Secretary. Well, I'm going to call the mayor of Washington, D.C. right now and see what other outreach she has to other police departments, as Leader Hoyer has mentioned. Get him up! Hi, Governor. This is Nancy. Governor, I don't know if you have been approached about the Virginia National Guard. Mr. Hoyer was speaking to Governor Hogan, but I still think you probably need the okay of the federal government in order to come into another jurisdiction. Thank you. Oh my gosh, they're just breaking windows, they're doing all kinds of, it's really that somebody, they said somebody was shot. It's just horrendous, and all at the instigation of the President of the United States. Okay, thank you, Governor, I appreciate what you're doing, and if you don't mind, I'd like to stay in touch. Thank you. Okay. Thank you, bye-bye. Virginia Guard has been called. ننتقل مرة جديدة إلى زميل توني حتى نتعرف على تصويت اليوم. ما هو السؤال توني؟ نعم ربا، إذن سؤالنا مشاهدين الذي ستجدونه بعد قليل على حسابنا في تويتر ويوتيوب يقول: هل تؤثر التحقيقات مع ترامب على مستقبله السياسي؟ ندعوكم للمشاركة في هذا التصويت، وإليك ربا مجددا. شكرا لك توني. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.